بسم الله الرحمن الرحيم. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن
صدق الله.